بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. أنا النهاردة مش هتكلم عن قاطع من القواطع اللي بتخلي القلب لا يرى الله. أنا النهاردة هتكلم عن تحضير القلب لاستقبال يوم مقدس عند ربنا سبحانه وتعالى، هيكون بعد بكرة. خلاص هيكون بكرة، بما أن احنا النهاردة الحد، فخلاص بكرة الاثنين يوم عرفة. يوم عرفة حصل فيه حدث كبير جدا جدا، ربنا أراد أنه يحصل في يوم عرفة عشان يغير نظرة المسلمين ليوم عرفة. يوم عرفة نزل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيحج الآية اللي في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تمت نعمة ربنا سبحانه وتعالى وتم الوحي الشريف على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في اليوم ده. أغلى شيء تملكه في حياتك هو عقيدتك ودينك، تمت واكتملت في يوم عرفة، في يوم ما كان سيد النبي بيحج، وكان يوم وقتها كان يوم جمعة صلى الله عليه وآله وسلم. فكل واحد نفسه أن أي شيء يتم في حياته، بالذات لو كان شيء مقدس بالنسبة له. تعرف بيننا وبين ربنا وإحنا في رحلة السير إلى الله، في عيوب بتقطعنا عن الله، وفي ذنوب بتقطعنا عن الله، وفي أماني لو اتحققت الإنسان هيكون أسعد في الدنيا. في أشياء كتيرة في حياة الإنسان الناقص ناقصة يحتاج العبد لاستكمالها. تعالوا بقى في يوم عرفة، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. ركز كده مع نفسك، وأنا بشارك مع حضراتكم اللي أنا هعمله في اليوم ده لو ربنا ادانا الإذن. يعني ركز كده، إيه الشيء الناقص اللي في الأخلاق ولا في الذنوب اللي الواحد بيقع فيها، وأحوشه لدعاء يوم عرفة. إذا كان خير الدعاء، سيدنا النبي وصلنا بالدعاء في كل يوم، لكن لو خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وهذا اليوم من سنين طويلة أيام سيدنا النبي ربنا أكمل فيه نعمة الدين، فتعالوا ندعي يوم عرفة أن ربنا يتم علينا كل نعمة نفسنا أن هي تتم علينا، زي ما ربنا أتم الوحي وأتم الدين. حاجة تانية اللي في يوم عرفة اللي سيدنا النبي يتكلم عليها برضو عشان ننظر لهذا اليوم بتعظيم، هو أن أهم شيء في الدنيا وفي الآخرة بعد رضا ربنا أنت بتحلم بيه، أن احنا منخشش النار، أن احنا نخش الجنة. وأنا وإنت وكل الناس خطائين، والخطاء لو اتحاسب على كل خطأ ممكن يضيع في الدنيا وفي الآخرة. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. يعني أكتر يوم في فرصة إن ربنا ينظر لي وليك ويقول الإنسان ده هيخش الجنة مش هيخش النار، وقضي الأمر وتكتب من أهل الجنة بنظرة رضا. العلماء يقول لك: من اللمحة تأتي الصلحة. ربنا ينظر ليك نظرة رضا في اليوم ده، ساعتها يكتب الإنسان من أهل الجنة، ثم يغلب على بقية حياته الأعمال الصالحة ويوفق للتوبة لأنه اتكتب من أهل الجنة. فأنا متصور أن اليوم ده لازم الإنسان كما قال رب العالمين: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأنا مش هستنى أعظم يوم عرفة يوم عرفة، احنا هنعظم يوم عرفة من النهاردة بالدعاء أن ربنا يبلغنا اليوم ده، وبالدعاء أن ربنا يعن على حسن صيام اليوم ده وحسن ذكر اليوم ده وحسن الصلاة في هذا اليوم. وإحنا في يوم عرفة عندنا ثلاث أعمال، الثلاث أعمال دول عمل فيهم بنسكت فيه عن حاجة، وعملين تانيين فيهم عبادة. العمل اللي بنكف فيه عن شيء، قال صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. فيوم عرفة ده مش مسموح لأي إنسان يشدني من طريق ربنا، مش مسموح لأي إنسان
انه يحرمني ان انا املك سمعي وبصري ولساني، لا تلفزيون بقى في حاجه مش مناسبه، ولا صحبه عايزه تخرج في حته. عشان كده كثير من الصالحين بيعتكف يوم عرفه. اللي مش هيعتكف في المسجد يا سيدي يعتكف في بيته، زي ما سيدنا النبي قال كده عليه الصلاه والسلام: امسك عليك لسانك وليسعك بيتك. وفي ناس هتتجمع وتعمل مجالس للذكر ودروس بسم الله. من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. العمل الثاني اللي هيتعمل في يوم عرفة اللي هنجهز له من دلوقتي اللي سيدنا النبي قال عليه، قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. العمل الثالث هو الصيام الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: يكفر سنة ماضية وسنة باقية. أنا عارف أن أنت حافظ، بس الحفظ ده لازم يدخلني على اليوم ده وأنا معظم هذا اليوم. والبنات اللي عندهم الحيض عندهم عذر شرعي، والناس المرضى اللي لازم ياخدوا الأدوية وإلا مرضهم هيزيد ألم أو الشفاء هيتأخر، ياخد نية الصيام وما يصومش. يعني ياخد نية الصيام؟ يعني يقول بينه وبين قلبه كده، بينه وبين ربه: يا رب أنا لو كنت صحيح أنت أردت ليها الحيض وأردت ليها المرض أو أردت لي المرض، هذه إرادتك وأنا معاك يا رب، ما تريد لي أكيد أحسن مما أريد أنا. فإذا كانت صدفة اليوم ده عذر يخلي بنات أو أيا كان رجالة أو ستات ما يصوموش لحيض أو مرض، الواحد ينوي: لو كنت صحيح كنت وقتها أنا صمت يا رب. ويؤجر المرء بنيته كما قال صلى الله عليه وسلم: فهو ونيته فأجرهما سواء. مدام نيتك زي العمل الصالح ده تاخد أجر اللي عمل العمل الصالح ده. فبسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم، نزلت في يوم عرفة، فهيبقى دعائنا ونيتنا في يوم عرفة أن ربنا سبحانه وتعالى يتم علينا أي نقص في حياتنا، نقص مالي أو نقص معنوي. إذا كان ده أكتر يوم بيعتق فيه من النيران فأنا بتمنى، وأنا دي أمنيتي من ربنا في يوم عرفة، أن ربنا يعتقني من كل شيء سوى الله. يعني إيه يعتقني من كل شيء سوى الله في الدنيا؟ يعني ربنا يبعد عني أي حاجة ما فيهاش ربنا، أي حاجة ما شوفش فيها وجوده معايا، أي حاجة ما شوفش فيها لطفه وعنايته معايا مع كامل العافية، يبعدني عنها ويخليني دايما أرى الله في كل شيء، فلا أغيب عن الله في كل شيء. لو سألتني نفسك ربنا يعتقك من إيه في الدنيا قبل أن يعتقني من نار الآخرة، نفسي يعتقني من أي حجاب يحجبني عنه مع كامل العافية واللطف منه سبحانه وتعالى. جهز قلبك ليوم عرفة علشان نستقبل اليوم ده ونحضر له من النهاردة مش لما يجي. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وبلغنا يوم عرفة وأنت راض عنا، واكتب لنا فيه حسن العبادة يا رب العالمين، واجعلنا فيه من المقبولين يا أرحم الراحمين، واجعلنا من أهل ذكرك وشكرك وحسن طاعتك والإقبال عليك في هذا اليوم وفي كل يوم، ولا تحرمنا من حسن صيامه ولا حسن ذكرك في هذا اليوم يا أرحم الراحمين. اللهم انظر إلينا الآن بعين الرضا حتى لا نشقى في هذه الدنيا وأنت رجاؤنا. اللهم وسع علينا في أرزاقنا حتى لا نمد أيدينا إلا إليك، ولا نتوكل بقلوبنا إلا عليك. كل سنة وانتم طيبين، وأيام مباركة وعيد مبارك، وتصبحوا على خير. شوفكم بكرة على خير إن شاء الله. السلام عليكم.